انتقل بكم الى اللحظات الحاسمه في رحيل صالح جمعه عن الاهلي. قلت لكم ان لجنه الكوره متمسكه بصالح لان مفيش بديل لقفش، ولا زال هذا هو راي لجنه الكوره. صالح جمعه كلموه قالوا له يا صالح احنا مش عاوزينك وشوف لك عرض قبل ماتش طنطا. صالح انقطع عن التدريبات، قال لهم شوفوا لي العرض وبعدين نتكلم. وصالح الحوار اللي عامله في الجول، موقع في الجول، ان هم نهشوا لحمي وكذا، وان الراجل ما كانش بيلعبني، وان وان وان، يخلي مصر كلها يعني تجي تتعاقد مع شركات المناديل بتاعت هاندي وساندي وبشاندي انها تقعد تعيط جنب صالح جمعه على الظلم الذي تعرض له. لكن يا كابتن صالح، انت في النادي الاهلي بقالك سنتين ونص، انت لم تقدم اوراق اعتمادك لجماهير كره القدم التي توقعت، او ثلاث سنين ونص، انت لاعب كبير جدا 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 جدا، وربنا حباك بموهبه فذه وبامكانيات وقدرات عاليه. انت ما حصلتش على فرصتك مع فايلر معاك، وانا نفسي بنتقد فايلر لهذا الامر، لكنك لم تستغل مهاراتك وقدراتك على مدار سنوات. ايه اللي خلى فايلر شال منك يا عم صالح؟ اقول لك انا، فايلر لما جه قال لهم ادوني ملفات العقوبات الاداريه للجهاز الفني السابق واللي قبله ضد اللاعبين. فشاف مارتن لاسارت عامل ايه، وشاف كارتيرون عامل ايه بالنسبه للاعبين، وشكل وجهه نظر كان من الصعب عليه انه يبذل مجهود للتخلي عنه. يعني صالح جمعه ما بيلعبش، صالح جمعه بتاع مشاكل، صالح جمعه بتاع وجع قلب، بقت المساله عنده. فبقى الانطباع ده عند فايلر. فايلر ما غيروش، ولا غير رايه في حسين السيد ولا في صلاح محسن. صلاح محسن قال لك عليه بارد، ما عندوش حميه على في اللعب والتدريبات. وبرده ما اقدرش اقول ان ده كلام نهائي، لان صلاح محسن لما بيلعب ادي صلاح محسن 3-4 ماتشات ورا بعض عشان نحكم عليه. اديله، ما هو انت جايبه ب 40 مليون جنيه ولا 33 مليون جنيه، ولاعيب مهاجم منتخب مصر الاولمبي، وحد موهوب ومهاري، وكل الدنيا قالوا عليه مستقبل راس الحربه في مصر، وبالتالي ده ما حصلش، ده ما حصلش، ما خدش الفرص اللي خلينا نقول عليها كده. وبالتالي يبقى بالنسبه لصالح جمعه، راح النهارده النادي الاهلي عنده عروض من انبي ومن الاسماعيلي هيحسموها خلال الساعات القليله المقبله. مفيش كلام بقى النهارده يقول لك لا صوت يعلو فوق صوت المقاولون العرب، لانها مباراه قمه. المقاولين في مقدمه الدوري الممتاز، تاني الدوري الممتاز، بينافس النادي الاهلي. المساله معاه مش صعبه، مش صعبه، ووارد انه يحرج النادي الاهلي، ووارد انه يحرج النادي الاهلي، لان عماد النحاس عنده فرقه كويسه، عنده امكانيات وقدرات لاعبين كويسه، عنده تكتيك بيلعب بيه مباراته الماضيه، وبالتالي يقدر ان هو يحرج النادي الاهلي. المقاولين العرب لعب 13 مباراه وعنده 29 نقطه. الاهلي لعب 11 مباراه وعنده 33 نقطه العلامه الكامله. اذا المقاولون قادر على احراج النادي الاهلي. يجي ثالث الزمالك 12 مباراه و24 نقطه. يعني فوز النادي الاهلي على المقاولين العرب يقرب نادي الزمالك من المركز الثاني، يقرب الزمالك من المركز الثاني. وبالتالي فالمباراه صعبه، فالنهارده يقول لك ايه خلينا الكذا. لكن اصبح لدى صالح جمعه وحسين السيد عرضين من الاسماعيلي ومن انبي، اختار اختار، مش عايزين نخش في اختار. طيب الاثنين عملوا وقال لهم عايزين نمدد عقودكم وانتم مع النادي الاهلي. هذا الثنائي رفض تمديد عقديهما مع النادي الاهلي. صالح جمعه رفض تمديد عقده، وحسين السيد رفض تمديد عقده. قال لهم ازاي امدد عقدي وانا ما شمتش الملعب مع فايلر؟ ازاي امدد عقدي وانتوا عمالين تشنقوا عليا ان انا غير منضبط وغير ملتزم وخامورجي ونسوانجي وبتاع حشيش وبتاع مخدرات، وكل شويه تقولوا غير منضبط وغير ملتزم وغير وغير وغير. حقه حقه، ما انت دافعت عنه، انت دافعت عنه على مدار سنوات وحاولت تقويمه لانه ابنك، فما ينفعش تيجي دلوقتي تقول له ده ابني ده عمل وعمل وعمل وعمل. لازم تظل العلاقه بينكم وبين بعض، بين الاداره وبين اللاعب. ما ينفعش تيجي تفضحه النهارده عشان ماشي. وبحذر اداره النادي الاهلي من هذه الجزئيه. اللعيب بتاعك وطالع اعاره، ما تفضحوش وهو ماشي، ولا تقول ده عمل وعمل وعمل، ما تبقوش عاملين زي الراجل العبيط اياه اللي انتوا عارفين. لكن اجي اقول خلاص لعيب كويس وياخد فرصته في حته ثانيه، شد حيله ورجعه، اعاره ست شهور،
إعارة 6 شهور، لكن محدش يختلف أبدا على إمكانيات وقدرات صالح جمعة ومع حسين السيد الباك ليفت اللي هو يعني ما قدمش حاجة مع النادي الأهلي من ساعة ما جه، وربما ما تعرفش ليه يعني راح الاتفاق كان مكسر الدنيا في السعودية. جه النادي الأهلي قعد علي معلول، محمود وحيد مصاب وما هوش يعني ما كانش في صراع بين محمود وحيد وحسين السيد على من يلعب بديلا لعلي معلول، ما حصلش ده، وبالتالي ما شفناش ده، وبالتالي الدنيا ما وضحتش في هذه الجزئية. يبقى قلنا ان جون ادوارد وكيل وليد ازارو مقدم عروض. الجزئية اللي انا قلتها بتاعة المستشار تركي الشيخ وجع خالد الغندور قوي قوي وجعه وهتموته قوي، ان انا قلت المعلومة دي. حبيبي انا بتاع صحافة مش بتاع جواف، انا بقول معلومات، صحفي عنده معلومات بيقول، مش صحفي خدام لمرتضى وعيال. فانا بقول اللي عندي، بقول معلومات، بقول معلومات. فلما اقول معلومات دي ما توجعكش، دي ما توجعكش، راجل رئيس شرف النادي الاهلي فما توجعكش. طيب ده بالنسبة للرباعي الاهلي اللي احنا كلمنا فيه. صلاح محسن مدد عقده عامين قادمين على خلاف صالح جمعة وحسين السيد، الاثنين صلاح محسن مدد العقد سنتين، وافق على التمديد والرحيل الى سموحة، ويرحل الى سموحة بعد مباراة انبي يوم الاربعاء المقبل، حسب المعلومة اللي جاينا من لجنة الكورة ومن الجهاز الفني للنادي الاهلي. يعني يوم الاربعاء الجاي بعد مباراة انبي يتم الاعلان عن انتقاله الى سموحة، يتم الاعلان عن انتقاله الى سموحة. صالح جمعة وحسين السيد بيختار، لكن المسألة داخلة برضو في اطار التهدئة، وسيد عبد الحفيظ عنده القدرة على التهدئة وعلى انه يكسب اللعيبة ما يخسرش اللعيبة وهكذا. طيب ده بالنسبة لرباعي النادي الاهلي والحكاية والرواية. بالنسبة لإليو باتجي، خالد الغندور عمال يقول لك بيمدحوا في الصفقة، واحنا جبنا خالد بوطيب وكان بيلعب في المغرب. طب يا حبيب قال جبته عمل ايه عم شكشك؟ وجبته بكام؟ دفعت 1.5 مليون دولار وبتدي له 1,300,000 دولار. طب ده بياخد 700,000 دولار. انت جبته هو في منتخب المغرب، بس قبل ما يجوا قلنا لكم خلي بالكم عنده اصابه ومستواه تراجع وما بيلعبش، ماشي؟ انت بتقول انا اشتريت بناء على معطيات، بس نسيت تغفلت معطيات جزئيه كثره الاصابات. طيب ده بياخد 700,000 دولار، اللي عندك بياخد 1,300,000 دولار. وارد انه يبقى انت جايبه وهو حتى مكسر الدنيا ولا يوفق، لكن اللي احنا بنتكلم فيه يا بندق اتعلم دي من اونكل ابو المعاط، تعلمها كويس وفهمها، ويا ريتك تعلمها لمرتضى وعياله برضه. ايه الجزئيه اللي بكلمك فيها؟ جزئيه العقود، عدم التفاوت في العقود يا حبيبي. ما يبقاش واحد بياخد 1,300,000 دولار وواحد 1,700,000 دولار، وحارس مرمى لسه انا جاي بياخد 16 مليون جنيه، والحارس الاساسي اللي عندي في منتخب مصر بياخد 3 مليون جنيه بعد ضرائب 2,400,000. ده اللي بكلمك فيه وعايزك تتعلمه، لا يجب ان تتغفله. احنا بنتكلم على سيستم للعقود، ما تبقاش ده جايبه الوكيل الفلاني ياخد عقود خياليه، وده جاي وده حد غلبان ياخد 800,000. ده بيلعب اساسي طول مع اي مدرب زي يوسف اوباما وزي عبد الله جمعه وزي محمد عبد الغني، وعودهم بالمليون ومليون و400 و2 مليون وحاجات بالشكل ده وبيتظلموا. ده اللي احنا بنتكلم فيه يا ابني، حاول تتعلم حاجه يا خالد، حاول تتعلم حاجه. يعني بقالك سنين شغال في الاعلام لازم تتعلم حاجه، الا اذا كنت تتغافل هذه الجزئيات عامدا متعمدا. لو انت تتغافلها عامدا متعمدا نظرا لانك انت بتخاف من مرتضى وبتطلع خدام لمرتضى وشغال عند مرتضى وبتبرر لمرتضى، خلاص فانت ما تجيش تقارن نفسك بينا. يعني انت ما تجيش تقارن نفسك بينا ابدا ابدا ابدا. انت كنت راجل من سنتين ونص ثلاث كنا بنطلع معاك وكنت بتقول رايك بامانه وبمسؤوليه، لكن دلوقتي بقيت خدام عنده، خدام عنده. لما انت تبقى قاعد واحنا بنتشتم ولا تستطيع الرد وبيتلفق لنا كل حاجه وانت لا تستطيع الرد، طب انت يا بندق اللي بتقول، خلوني بقى اخده في السكه بقى، انت اللي بتقول دلوقتي ان العقود بتباع ب 5000 جنيه، اي حد بيشتري ب 5000 جنيه وكلام بالشكل ده. طيب يا نخه، طب هو انت العقود بتتباع ب 5000 جنيه ولا مرتضى ابو سنيده دخل على سيستم اتحاد الكوره؟ ما انت كده بتكدب مرتضى، يلا انت كده بتكدب مرتضى سيدك وتجراسك اللي بيقبضك اخر الشهر، اللي كان بيديك 250,000 جنيه شهريا عشان تشتم فينا وتقل ادبك علينا انت وشله الافاقين والمنافقين. انت فاهم ايه؟
انت فاهم انت خلاص غير ارتبطت باعلام المصريين، مش هنقرب منك، ده احنا هنفعصك. تتكلم بادب.